إلى خبرنا الأخير، حيث ستكون غدا على تكون دبي غدا على موعد جديد مع معرض ومؤتمر الصحة العربي أرب هيلث 2022 الذي سينطلق في مركز دبي التجارية العالمي خلال الفترة من 24 إلى 27 من يناير الجاري. هذا وستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع وغير من المؤسسات الصحية المحلية والدولية خلال مشاركتها حزمة خدمات رقمية مبتكرة، وذلك تحت شعار مستقبل الريادة الصحية، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في استشراف المستقبل لتطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي.